فيما يبدو أن عبد الفتاح السيسي بيتخبط، لم يعد يرى ولم يعد يعي مين معاه ومين اللي عليه. الكاتب الصحفي مجدي شندي، واحد من أكثر المدافعين عن نظام عبد الفتاح السيسي والمدافعين كذلك عن إدارة عبد الفتاح السيسي للبلاد خلال السنوات اللي فاتت، كان ضيف دائم على بعض القنوات المعارضة، كانت القنوات بتستضيفه عشان يكون صوت نظام عبد الفتاح السيسي ويرد على الاتهامات اللي بتتهمها المعارضة المصرية لعبد الفتاح السيسي. مجدي شندي هو رئيس تحرير جريدة المشهد، وهي جريدة أسبوعية، في العدد اللي كان المفروض أنه هيصدر النهاردة الثلاثاء 10 سبتمبر. يبدو أن مجدي شندي تطرق إلى موضوع بيعتبره نظام عبد الفتاح السيسي خط أحمر، وهو موضوع محمد علي. مجدي شندي فتح موضوع محمد علي فيما يبدو أن هناك أوامر صارمة للإعلام المصري والصحافة المصرية عدم تناول هذه الفضائح اللي بتيجي في فيديوهات محمد علي، فجت في الصفحة الأولى لصحيفة المشهد عنوان بيقول تقييم لفيديو محمد علي شاغل الناس، بالإضافة إلى تقرير عن حمدين صباحي وسجناء خلية الأمل وبعض الأخبار وبعض المقالات التي تغرد خارج السرب الذي اعتاد أن يغرد فيه الإعلام المصري. فكان الرد من نظام عبد الفتاح السيسي أن زوار الفجر اقتحموا النهاردة منزل الكاتب الصحفي مجدي شندي عشان يعتقلوه، ما لقوهوش فاعتقلوا ابنه اللي المفروض عنده امتحانات النهاردة. هاشتاج مجدي شندي يتصدر الترند خلال بعض من ساعات النهاردة بعد التغريدات، قارب على 12,000 تغريدة منها، أو خلينا نبدأ بتغريدة أو بوست مجدي شندي نفسه اللي كتبه على صفحته على فيسبوك وقال اقتحم أفراد من قوات الأمن منزلي فجر اليوم الثلاثاء، وحين لم يجدوني قبضوا على واحد من أبنائي واصطحبوه لمديرية أمن الجيزة حسب قولهم حتى أسلم نفسي. أما المحامي طارق العوضي قال استيقظت على خبر اقتحام منزل الصحفي مجدي شندي رئيس تحرير المشهد، والقبض على نجله عمر عنده امتحان الساعة 10، وعمالين نتصل بكل الجهات عشان نديهم مجدي ويدونا عمر يروح امتحانه، بس كله نايم ومحدش بيرد. طارق العوضي بيسأل أسلمك لمين يا مجدي دلوقتي مش عارف، وهاشتاج خدوا مجدي وهاتوا عمر. أما دكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة والمرشح الرئاسي الأسبق قال يحدث الآن محاولة اعتقال لمجدي شندي، وربما يكون أيضا من أسباب قرار اعتقال الصحفي مجدي شندي هو ما نشرته صحيفة المشهد التي يملكها في صدر صفحتها الأولى والثالثة أمس تحليلا عن فيديوهات الفنان محمد علي. أيضا هيثم أبو خليل قال كل التضامن مع الأستاذ مجدي شندي بعد اقتحام منزله من شبيحة السيسي واختطاف ابنه، جمعني مع الأستاذ مجدي شندي لقاءات كثيرة على قناة الجزيرة، كان هو دائما صوت عصابة السيسي، لكن هذا لا يمنع أن نتضامن معه عندما يطرق الظلم باب بيته. أما أسامة رشدي فقال أدين اقتحام منزل الصحفي مجدي شندي والذي اعتقلوا ابنه الذي لديه امتحان اليوم مكانه، حتى الصحفيين الذين وقفوا مع النظام وبرروا انقلابه يأخذون أبنائهم كرهائن. مشكلة شندي وأمثاله أنه مطلوب منهم ما يزيد عن طاقتهم في تبرير كل الجرائم والانتهاكات، هم مصريون ولهم طاقة. آخر تدوينة في الموضوع باخدها من الحسيني واللي كان له رأي آخر، رأى أن السبب ليس محمد علي وإنما الحديث عن حمدين صباحي. بيقول جريدة المشهد نشرت النهاردة مقال لحمدين عن سجناء الأمل، الأمن اتقمص وراح يقبض على رئيس تحريرها مجدي شندي، ما لقهوش خدوا ابنه رهين. هكذا يتفاعل عبد الفتاح أو يتعامل عبد الفتاح السيسي ونظامه مع المصريين، إما أن تكون معايا وتنفذ اللي بقوله لك بالأمر المباشر، لكن يوم ما تفكر أو يوم ما تقول حاجة مش على هوايا هقبض عليك أو أخد ولادك رهينة زي ما عمل مع مجدي شندي عشان يسلم نفسه للأمن.